مشكلة المظهر والملبس، المظهر والملبس أكثرنا حتى يضيق صدره عن أن يتقبل إيه؟ لبسة ابنه. إيه اللباس السخيف هذا؟ أنا هذا بشتروش بفرنك مصدي. أنت شايف حالك كيف؟ بالعكس، أنت الآن تقطع قناة التواصل، تسدها، تسد قناة التواصل، غير صحيح. أنا سأسألكم سؤالا، لينظر كل واحد منكم إلى صورة قديمة هكذا أسود أبيض لأبيه مثلا، خاصة الأجيال القديمة، هل الآن أنت مستعد أن تلبس لبسة أبيك؟ أنا غير مستعد، أنا غير مستعد ألبس حطة وقيل، لا مش مستعد، لا أحب هذا. وهذه لبسة أبي، صحيح؟ أنت نفس الشيء. ولذلك قال الإمام علي عليه السلام في القول المأثور والشهير عالميا، هذا القول يقول: لا تحملوا أبناءكم، أو قال أولادكم، على خلائقكم، يعني أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. تبقى هناك القيم الكبرى المطلقة ثابتة، لكن أشياء كثيرة تتحرك أكثر ما يتحرك الموضة واللباس هذا. وهذا يشكل عند المراهق مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأن المراهق في جزء كبير منه هو شخص، أيها الإخوة، شخص متشبه، شخص محاكم، يحب المحاكاة، يحاكي من؟ يحاكي من يعجب بهم. إذا أعجب بشيخي يحاكي، إذا أعجب بأستاذي يحاكي، إذا أعجب بسيلفستر ستالون يحاكي، رامبو بحاكي رامبو، ما في مشكلة، شفارسينيغر بحاكي طبعا. وهو قبل ذلك ومع ذلك ودائما وأبدا يعجب بشلته، بالزمرة، انتبهوا. ولذلك يحاكيهم، يحب أن يلبس كما يلبسون، هم يلبسون هكذا، لأني مسلم لابد أن ألبس لباسا أقرب إلى، لا سألبس مثل زملائي. أنت اخترت له أن يدرس في هذه المدرسة تأمينا لمستقبله. الولد يقع تحت ضغوط، ضغوط الشلة، ضغوط مؤرقة صعبة جدا جدا. يمكن أن ترضى له أن يلبس هذا اللباس. طبعا عندك نصائح، عندك تحفظات لابد أن تتخير، كما قلنا نحن لم نعد الآن أن نتحدث بالتفصيل، تتخير الأسلوب والطريقة والمنهج حتى توصلها إليه. وعموما المراهق لا يحب النصائح ولا يحب الوعظ، لا يحب صيغة عليك أن تعرف وينبغي أن تعرف والأحسن لك والأفضل لك وقال الله وقال رسوله وقال الإمام. المراهق لا يحب هذا مطلقا. فقط إذا هو طلب منك ذلك فأزده إليه، ولكن باقتصاد أيضا. لا يحب هذا المراهق، انتبهوا، هكذا شخصيته، لأنه شخصية مستقلة، شخصية مستقلة.